مكانه بعد انتهاء مباراه الاهلي وخان سبورت بفوز كبير للنادي الاهلي مع نجم من نجوم اللقاء صلاح محسن هداف النادي الاهلي. صلاح مليون مبروك فوزكم النهارده، مليون مبروك هدفك. النادي الاهلي ما بيلعب غير طبعا احنا مركزين في بطوله افريقيا، طبعا جامد جدا واللعبه كلها على قلب رجل واحد، والحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهارده الاياب، ان شاء الله ربنا يكرم يعني الفتره اللي جايه. هدف في كان سبورت في غينيا، هدف النهارده ما شاء الله عليك، نمسك الخشب كل ما بتاخد بتهدف. الحمد لله طبعا انا لازم مركز، حتى الفرصه اللي انا حطيتها الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. الاهلي بيعقد عليك امل كبير ان شاء الله باذن الله، الفتره منتخب مصر الجاي والاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى المباراه الجايه، خلاص الانتاج الحربي كمان كام يوم، مباراه قويه مباراه صعبه، والاهلي عينه على الدوري ايضا. طبعا الدوري دايما بيبقى راس المال للنادي الاهلي، هو كده كده ان شاء الله باذن الله البطوله الدوري دايما بتبقى النادي الاهلي، واللعبه كلها عندها اسرار في الدوري بالذات، ان شاء الله بطوله افريقيا هي الكبيره وباذن الله مركزين فيها جدا يعني.